دكتور عبد الوهاب، كانت الصورة الذهنية المتخذة عمن يرتدي الجلباب ويطلق اللحية بأنه إرهابي. الآن نشاهد مشجعي المنتخب الكرواتي، مشجعي المنتخب الهولندي، مشجعي المنتخبات الأوروبية يرتدون الجلباب والغطرة والعجال في محاولة منهم لتقليد شعوب الدول الخليجية. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ الحقيقة أن التعايش هو أقرب طريق للتعارف، وما أجمل افتتاح المونديال بهذه الآية العظيمة التي قرأها الأخ المفتاح غانم المفتاح: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمع التباعد يمكن رسم الصورة الذهنية المشوهة، لكن عند التقارب وعند التعايش والتلاقي تنقشع الصورة غير الحقيقية المشوهة لتحل محلها الصورة الحقيقية. ولذلك فالمونديال جمع جماهير من جميع أصقاع الأرض. يعني أنا أشوف مقاطع، واحد يسأل اللي يمشون من وين، اللي يقول من الأكوادور، من فنزويلا، يا الله شعوب أمريكا الجنوبية جاءت إلى قطر، فما بالك بشعوب أوروبا وآسيا وغيرها. إذن هذا أحدث تمازج بين هذه الشعوب وتعرف على الشخصية العربية والدين الإسلامي، التعرف على العرب وعلى دينهم، ومن خلال ذلك تجلت الصورة الحقيقية. صحيح. ولذلك لم يعد منظر الجلباب ولا منظر الغترة ولا منظر اللحية هو شعار داعش، لا، هذا شعار، هذا لبس قومي عربي من المحيط إلى الخليج، ما له علاقة بسلوكيات فئة منحرفة. وإلا كان البنطلون والقميص إذن هو شعار الألوية الحمراء، لكن ما نعتبره كذلك. صحيح. وجود مثلا المافيات وهم لابسين قميص وبنطلون، ما هم ذلك أن القميص والبنطلون صار شعار الإجرام. وجود إصابات الدموية مثل الألوية الحمراء وغيرها، والله تلبس هذا اللباس، ما هو معناته أن هذا اللباس صار تهمة لكل من يلبسه. كذلك كون والله ناس ملتحين ويلبسون جلباب، معنى ذلك أنه يصبح هذا شعار للإجرام؟ غير صحيح. هذا لباس تراثي لشعوب واسعة من المحيط إلى الخليج. ولذلك الآن لاحظت الآن أنه في المونديال تلاحظ اللي يلبسون الجلباب ويلبسون الغترة والعقال، والأخوة القطريين ما شاء الله ما قصروا، وزعوا عليهم الغتر والعقال بحيث صار كل واحد منهم يحاول يصور وهو لابس اللبس الخليجي. معنى ذلك أن الصورة الذهنية عن الزي اللي يمثل الشخصية قد تغيرت. صحيح. هذا في الحقيقة إنجاز كبير ينبغي أن يحتفى به وتشكر دولة قطر عليه.